أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.